السلام عليكم الاخوان ديالي، تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعده. غتتبعوا معايا نشوفوا شنو في الخليه ديالنا، واش يمكن لينا نقسموها ولا غادي نزيدوها عساله ونخليوها توسع. واذا زدناها عساله وخليناها توسع، يمكن لينا ملي غتوسع وتعمر لينا العساله حتى هي بالنحل، نقدروا نخرجوا منها خليه اخرى حتى هي على 6 أو 7 الاطارات. طريقه الاخوان ديالي كما قلت لكم، باش غادي نقلبوا الخليه ديالنا غنصوتوا على هذا الاطار هذا اللي في الطرف، كيبان ليا عنده شويه ديال الجو، يعني شويه ديال الاتساع ملي غنجبدوه. وغنقولوا بسم الله. يمكن نجبدوا الاطار ديالنا غير بالقاعده، كما كتشوفوا كاينه شويه ديال العسل مع كاين شويه ديال اللوز، كاين شويه ديال النواره ديال التفاح. تبارك الله، يعني الخليه ديالنا ما جيعناش ولله الحمد. وكاين تا شويه ديال المحلول السكري كما كتشوفوا معايا. هذا اطار عسل بدون حبوب اللقاح، بدون حتى حاجه. هذا غادي نحطو في وسط واحد الخليه هي حدايا باش ما يمشيلوش النحل وما يوقع ليش البياج، حتى نخدم ونكمل معاكم مزيان. يعني هذاك الاطار فيه عسل بوحده، فيه النحل الملكة ما مشاش تما. غنشوفو هذا تا هو، عقلوا معايا. بسم الله اللهم بارك. شوفوا معايا، حضنا مفتوحة وحضنا مغلقة كما كتشوفوا. حضنا مغلقة، شوية ديال العسل من هاد الاتجاه الفوقاني، شوفوا الاتجاه الآخر، تبارك الله. حضنا مغلقة، لاحظوا معايا حضنا مغلقة كي دايرة مستفة، يعني حضنا مغلقة حضنا مفتوحة قليلة وعسل. الذكور باقيين ما كاينينش هنا، هاد الخلية هادي واحد الله جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الإطارات، يعني خصها إطار. خلية صغيرة ما كتهش 9 الإطارات ولعل فهي 10. راه بان ليا واحد ذكر هنا،
نكحزو هاد الاطار هذا الطرف باش يصلح لينا نجبدو اطارات وحدين اخرين. وكما كتشوفوا الاخوان ديالي كاين من الاخوان اللي كيقول لك عندي النحل شرس كيعض. اخوان ديالي اللي بغيت نقول لكم النحل الا كنتي كتخدمو يعني بواحد يعني ما عندكش خطر لهذاك النحل باش تخدمو وما تخدموش غير بشويه تزعزع الصندوق تزدح الكادر تجبد الكادر بالزربه. لاحظوا معايا الاخوان ديالي اللهم بارك لي وليكم ولجميع المسلمين ودعوا معايا الاخوان ديالي يسخر لي وليكم الله تعالى سبحانه. لاحظوا حضنا كما كتشوفوا معايا حضنا وعسل. وانا دابا راني خدام معكم وكنشوف ما ربما تبان لي الملكه. فاش الا بانت لي ملكه نقدر نديرها في خليه وحده اخرى هذيك اللي درت فيها الاطار ديال العسل. ونضيف عليها الاطار اللي فيه مالكة ونخلي نحل الاخر ثلاثه الاطارات نخليهم هنا ونحسبهم قسمه. لاحظوا معايا الاخوان ديالي كلها هي حضنه مفتوحه وحضنه مغلقه. هذا الاطار هذا في حضنة مفتوحة وحضنة مغلقة كما كتشوفوا معايا. كل إطار جبدتو وردو كردو في اتجاه اللي جبدتو ما نقلبوش. اللهم بارك. لاحظوا معايا الاخوان ديالي عسل حبوب اللقاح عفوا عسل وحضنه مغلقه وحضنه مفتوحه. يبان ليا واحد البيت ملكي هنا واش خاوي ما فيهش. غنشوفو اتجاه الاخر وراني كنراقب الملكة. لاحظوا معي كلو حضنا من الطرف تل الطرف وعسل. هاد الخلية هادي الإخوان ديالي لا ما فيهاش الذكور نقدر نديرها في خلية اللي غتهز ليا تسعود الإطارات وعلافة ونعطيها شمع ممطوط يكون نقي العيون السداسية ديالو عريضة باش تبيض فيها الملكة. شوفوا معايا الإخوان ديالي اللهم بارك لي وليكم وجميع المسلمين يا رب.
شفتني غادي نراقبها كلها باش ما نزقلش شي بيت ملك. لاحظوا معايا كلها حدنا مغلق. كاين واحد الذكر باين ليا اللهم بارك. هذه الاخوان ديالي كما قلت لكم عندي هاد الخليه هادي ناقصه يعني كانت مهرسه وطرقتها ونقص منها اطار. لاحظوا معايا الاخوان ديالي هذا اطار في جنب العلافه كله عسل اللهم بارك. هاد الخليه هادي الاخوان ديالي غنديرها في خليه وحده اخرى راها عندي هنا. اذا دابا هادي الخليه كما كيقولوا الاخوان خليه عامره بالنحل عسل حاضنه كلها، ولكن مازال ما عندناش الذكور باش نقسموها، ما فيهاش حبوب اللقاح، ما فيهاش بيوت ملكات. بيوت ملكات ماشي مشكل، ولكن خص يكون فيها الذكور حضنه مفتوحه حبوب اللقاح. الذكور ما كاينش. الخليه ديالنا غادي نقلبها في خليه واحده اخرى كتهز لينا تسعود الاطارات والعلافه هي 10، ونزيدها اطار فين تبيض مالكه، ونهز ليها ثلاثه من التحت طلعهم من العساله، ونخلي الخليه ديالي توسع. وغادي تتبعوها معايا الاخوان ديالي في فيديوهات وحدين اخرين، كل ساعه ندير لكم عليها فيديو حتى تعرفوا الخليه ديالي مع العساله فين لحقت الاخوان ديالي. وهذه هي الطريقه اللي عنده الخليات عامرين بحال هكا، ما عندوش الذكور، ما عندوش بيوت ملكات، ما عندوش حضنه صغيره، الخليه ديالو ما كملاش، ما عندهاش يعني الطريقه اللي قلت لكم مثلا حبوب اللقاح حضنه مفتوحه حضنه مغلقه الذكور يعني فيها شي موفر، ما يمكنش الاخ ديالي يقسمها. هذه ما فيهاش الذكور، الا قسمناها غتربي لينا بيت ملكي ولا جوج ولا ثلاثه الله اعلم، ولكن غادي تخرج الملكه وما تلقاش الذكور وخاصها تبيض بيض غير ملقح ديالها، وهذاك البيض غير ملقح هو اللي غادي يخرج الذكور، وغادي تعينهم غادي تعينهم 24 يوم ولا 22 يوم عاد كيفقصوا الذكور، وتعينهم يومين ولا 3 ايام من بعد كيخرجوا وعاد يمكن ليها تلقح بهم. لهذا اخوان ديالي نخليو الخليه ديالنا يعني مجموعه وتوفر لنا هذا الشيء اللي كنطلبوا يكون فيها، ومن بعد نقسموا الخليه ديالنا، والله يسخر ليا وليكم ولجميع المسلمين. تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا.